بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل انترفيس تشيك، ازاي نعرف المشاكل الموجودة فين. يعني انا عندي مشروع كبير وعايز اعرف ايه اللي خابط في ايه، او ايه اللي معموله دوبليكيت، او عايز اعمل حل للتعارض بين التكييف والصحي او تكييف الكهرباء، او اشوف ايه الصاج اللي خابط في العواميد. باجي من القائمة اللي فوق، من شريط الريبون اللي فوق، بختار كولبريت انترفيس تشيك، بقول له ران انترفيس تشيك. فبيقول له طب انت عايز تحل التعارض بين ايه وايه؟ ممكن يكون عندي كذا بروجكت، فاختار اي بروجكت فيهم، او اشوف ايه اللي الاتنين موجودين هنا. اقول له مثلا انا عايز الكيبل تري مع الدكتوت. ممكن اختار كذا حاجة، يعني اقول له الكيبل تري مع البايب، قصاد الدكتات هنا مش هيشوف الكيبل تري خبط في البايب ولا لا، لا اشوف ايه من الكيبل تري او من البايب خبط في قلب الدكتات، واقول له اوكي. فهلاقي بسرعه كبيره فحص المشروع كله ولا دي المشاكل الموجوده. فبقول له ماشي وريني، فبيقول لي الكيبل تري ومديني رقم الاي دي. لو انا عايز اعرف انا واحد بلعب كود مانج، بختار الاي دي اللي انا عايزه، بقول له سيلكت باي اي دي، واكتب له الاي دي يجيب لي الحاجه ديت، او اجي هنا اقول له شو بيبدا يوريني الحاجه ديت. اقول له طب وريني الضغط، فبيوريني الضغط. فابدا انا احل المشكله، يعني ايه لما اجيب الضغط يمين او اجيبه شمال، او اشوف هو خابط في انهي حته بالظبط، وازاي تحل المشكله. تمام، يعني ده هنا مجرد بس هزيح الضغط شويه خلاص هيبعد عن الكيبورد تري، احاول اغير المسار بحيث الاثنين ما يبقوش خاطين في بعض. وللاسف طبعا ان انا احرك كيبل تري، لان كيبل تري بيبقى صغير ومش واخد مساحه كبيره، فسهل ان هو يتحرك. البايب مع الضغط عايز اشوف المكان ده فين، فبقول له شو، فبيبدا يوريهولي. اقول له طب انا عايز اشوف البايب، بيبدا يوريني البايب. لو دوست شو تاني بيوريها لي بس في مكان تاني، بيدور على اي فيو موجود فيها البايب او الضغطات ووريني المشكله فين اهي. فانا ببدا اشوف المسار خالص في انهي حته بالظبط، وهل ينفع ان انا الف بالبايب او الضغط بحيث ان انا اتجنب ان هم يبقوا خابطين في بعض. ممكن من ضمن الحاجات التانية مثلا اقول له انا عايز اشوف الكولوم ايه اللي خبط فيها، سواء ضغط او كيبل تري او بايب، واقول له اوكي. طب الحمد لله مفيش حاجة خبط من الحاجات دي. ممكن نجربها مثلا في الحيطان، مع ان الحيطان المفروض بنعمل اوبننج وخلاص، بس خلينا نجرب ان انا اقول له ايه، هات لي الول مع الضغط مثلا. ففي حاجات كتير خبط اكيد، فبقول له شو وريني. طب الضغط ده خبط في قلب حيطه، طب اعمل ايه؟ بسيطه، ابدا اشوف اشوف اذا كنت مثلا هعمل اوبننج في الحته دي ولا لا. تمام، دي الول وده الضغط. تمام، طبعا لو وول استراكشر هتحاول قدر الامكان ان انت ما تعديش منها، انما لو فتحت فتحه مفيش مشكله كبيره، يعني قدر الامكان بحاول اتجنب الموضوع دوت، بس لو اضطرينا ليها مفيهاش مشكله. بعد كده ممكن اعمل اكسبورت. اكسبورت بيفتح لي صفحه اتش تي ام ال، صفحه اتش تي ام ال، اقول له ديسكتوب واقول له ايه سيف. بعد كده هروح على الديسكتوب بشوف الملف دوت اهو، بلاقي كل حاجه موجوده اهيت، وده الاي دي بتاعها، بحيث ان انا ممكن ادور عن طريق الاي دي سواء في برنامج الريفت او اي برنامج تاني، مثلا نفس وركس او اي برنامج من البرامج اللي هي بتستخدم الموديل بتاع الريفت. وبعدين كل ما حل تعرض، يعني فرض ان انا حليت التعرض دوت على سبيل المثال، مثلا حركت الضغط ده فوق شويه او يمين شويه بحيث ان هو مبقاش خابط في الحيطه، اقول له ريفريش، تبدا الغطاء تقل، الحاجه بتختفي تماما. فان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل باذن الله. تمام، وبعد كده في اي وقت باجي هنا شو لاست ريبورت، بيجيب لي اخر تقرير كان موجود. ممكن اقول له رتبهم لي من كاتيجوري واحد لكاتيجوري اتنين، او من كاتيجوري اتنين لكاتيجوري واحد. كلوز. تمام، ده شرح بسيط للانترفيس تشيك. اخوكم عمر سليم.